معنا في هذا الملتقى من جمهور رياضي كريم، قدماء لاعبين، صناع أمجاد الكرة العنبية، سلطات، جهات مالية، ممثلين، وسائل إعلام مختلفة، ونحييكم تحية الإسلام التي بدأ والسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد، اجتمعنا اليوم نحن وإياكم لنناقش قضية هامة تعنينا جميعا، ألا وهي معاناة الرياضة في مدينة عنابة بصفة عامة ومعاناة كرة القدم بصفة خاصة. هذه المعاناة التي استمرت لعقود وعقود من الزمن، فعار ما يحدث لمدينة عنابة بيرتها الكروي الغني على كل تعريف. فعنابة المدرسة التي أنشبت السعيد إبراهيمي قائد فريق جبهة التحرير الوطني، عميري دودو الحارس التاريخي لذلك الفريق رحمهم الله، الفريق الذي عرف بالقضية الجزائرية دوليا وساهم بتدوينها في جدول الأعمال العاشرة لهيئة الأمم المتحدة. عنابة المدرسة التي أنجبت بابا علي عطوي أول قائد لأول منتخب في تاريخ الجزائر المستقلة، سير رباط وعلي مسعود بطلي ألعاب بحر المتوسط 1975 مع المنتخب الأولمبي. عنابة المدرسة التي أنجبت الفنان قطاي الصخر أصلاقي المبدع عباسي وبقية الأسماء التي قد تكفي هذه الكلمات لذكرها. عنابة المدينة التي سيطرت على الجزائر كرويا خلال العشرية الأولى من الاستقلال بفضل فريق الاتحاد الرياضي الإسلامي بونا الذي توج بأول لقب بثاني لقب في تاريخ الجزائر المستقلة سنة 1964 ولقب كأس الجمهورية لعام 1972. اليوم هو يوم مع التاريخ نسرد فيه ماضينا الحافل ونعرف الجيل الصاعد في مدينة عنابة بأمجاد مدينته كرويا والتي أجلها الكثير منهم بسبب توالي الانكسارات والسقطات في السنوات الأخيرة بالنسبة لكرة القدم العنابية، وأيضا بالنسبة لفريق اتحاد مدينة عنابة، هذا الفريق الذي جعل في يوم من الأيام كل الجزائر تطالب بنقل لقاءاتها على المباشر مع بداية الألفية الجديدة لتمتع بفنيات عباسي ومشاوي بسيطة وبقية الأسماء التي سنتحدث إليها. اليوم هو أيضا يوم ننطلق منه ونضع منهاج جديد نسير وفقه لإعادة الأفراح إلى الجمهور العنابي. وأنا نترك كلمة لخميس سمير رئيس الجمعية التي تبنت هذه المبادرة، فإلى حد المشكور رفقة اسكندر. تحية طيبة مني ومن كل محبي أسرة جمعية محبي كرة القدم العنابية. جمعية محبي كرة القدم العنابية تأسست وولدت نتيجة الأزمة التي تعاني منها كرة القدم في عنابة وفريق اتحاد عنابة بدرجة أولى. جمعية محبي كرة القدم لها شرف وشرف أنها تبنت مبادرة طيبة للأنصار الأوفياء لاتحاد عنابة الذي سيكون يوم 7 مارس اليوم يوم حفل في سجل الجمعية ويسجل بأحرف من ذهب، لأنها بدون شك سيكون الانطلاقة الفعلية لإيقاظ فريق اتحاد عنابة. اليوم تأكدنا بأن الأنصار الذين كانت لهم صورة سيئة لدى الفرق الأخرى أو الولايات الأخرى عن اتحاد عنابة، اليوم برهنا بأننا هوليغانز ثقافة وحضارة.
شكرا. الجمعية خلال الأشهر الماضية كانت بصدد إنجاز بحث حول كرة القدم بصفة عامة، حول الفئات الشبانية، حول التكوين. كانت لنا لقاءات مع مدربين الفئات الفرق، مع شبان الفرق المنخرطة في الأندية الهوية. كنا بصدد إنجاز بحث عميق، ولكن خلال تجولات التي قمنا بها في شوارع مدينة عنابة استضفنا بمبادرة أروع لطيبة من الأنصار، هو إنقاذ اتحاد عنابة بطريقة سلمية واحترافية. فبدون أن أطيل عليكم، قررنا بصفتنا رئيس الجمعية مع أعضاء الجمعية أن يكون البحث الذي كنا بصدد القيام به حول التكوين أو حول الفرق العنابية والمشاكل التي تعاني منها، أن تكون الملتقى اليوم حول اتحاد عنابة بصفة عامة. وأرد الكلمة للزميل اسكندر روس في الجمعية. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نشكر جمعية محبي كرة القدم العنابية اللي عطتنا الفرصة اليوم لأنصار اتحاد عنابة باش يحكيو المشاكل ويقترحوا حلول. اليوم شفنا حنايا صمت تام من جميع الأطراف، من مسيرين قدامى، من جميع مكونات الساحة العنابية. اليوم الأنصار تبناو باش ينقذوا الفريق تاعهم، واليوم حنايا لهنا من أجل إنقاذ الفريق. غايتنا الوحيدة أنو الاتحاد ما يطيحش هذا العام إن شاء الله، واللي ما يرجع باسكو راهو عايب علينا. نشوفوا الاتحاد اليوم يلعب في قسم ثالث ويلعب من أجل تفادي الصعوبات. ما كان الطبيعي الاتحاد هي القسم الأول، ومدينة كما مدينة عنابة لا كاتريام فيل في الجزائر عندنا كل المكونات باش نكونوا فريق كبير. تروسطات كازولي عندنا بريميستار كازولي في الأفريق شابو، اليوم قاعدين نلعبوا تروازيام ديفيزيون سي عايب. في ألجي قاعدين نشوفوا حنايا في فرق يونترينيو في ثلاثة في ستاد واحد وقاعدين نلعبوا في بريمير ديفيزيون. لازم ما تموتش على خاطر ما كانش فينا الحكايه اللي يقولوا فيها عنابه ما فيهاش رجال، ديما عنابه فيها رجال. غير الوحيد ناس كاينه حابه الناس تخدم، والناس ما يقربوش مادام المحيط تاع الفريق متعفن. كي نطفوا المحيط ونحيوا الناس اللي تخدم بالفريق ويكيروا امور قسما بالله تحيفها. الناس ولات تستعمل في اتحاد مدينه عنابه وسيله باش يسرقوا وينهبوا الاموال الدوله، الاموال العموميه واموال الشعب باسم اتحاد مدينه عنابه. الناس كيفاش انت ما تنفستيش في كيف هذه وتحب تقول بعدك جاي ننقذ الفريق؟ ما تنقذ الفريق، تمد الفريق، ما تسرقش من الفريق. تحب الياضمه، تمد الياضمه. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله عندي امل انا، خاطر عنابه كبيره. هذا هو الامل، امل تاعنا احنا كل انصار اتحاد عنابه، ان عنابه كبيره ومستحيل توقف عنابه، مستحيل تقف عنابه. ان شاء الله مع الايام، ان شاء الله مع هذه المبادره اللي تبنتها جمعيه محبي كره القدم العنابيه، قادرين نمشيو بامور قانونيه ان شاء الله باذن الله. اللي فيه الخير ربي يجيبه، واللي يصمم باذن الله لا زوال. كما قال المرحوم ربي الله يرحمه هو اللي بومده الجزائر لا تغنى بالرجال، حتى اتحاد مدينه عنابة كيف فيها رجال. وباذن الله في المستقبل كاين نشوفوا امور جديه ونشوفوا ناس مهم المحيط ينظف فقط، وبربي ان شاء الله فيها خير. نشكر لاعبي القدامى اللي جاوا اليوم، نشكر الرئيس عبد النور مريبوت اللي جا اليوم. واحنا كأنصار اتحاد مدينة عنابة الناس قاعدة تمد علينا نظرة، احنا مع خاوتنا يعني لاعبين سابقين هما رموز الاتحاد ورموز لينا، احنا ما نكرهمش، مرحبا بهم. ليكيب هذه راهي تاعنا هما، هما لاعبين فيها الفريق هذا ما يكون الفريق هذا تاعهم. ولكن في المستقبل لكن كاين انسان اللي يجب يخدم في الفريق هما ابناءه يخدموا فيه قبل الناس كل، باسكو باش يجيني اليوم بريزيدون ما عندوش ديريكتور تكنيك، ما عندوش ديريكتور سبورتيف، ما عندوش ديريكتور دو ماركتينغ. يقول لك غير انايا نفهم في كلش، ما كانش انسان يفهم في كلش في الدنيا دي. انسان اي ربي اي انسان عطاه يفهم في حاجه ما يفهمش في حاجه. جيب لنا ديريكتور، جيب لنا ديريكتور سبورتيف من ولاد الفريق، جيب لنا كونسي سبورتيف من ولاد الفريق.
مراد الله يبارك مراد صلاتني الشيخ ونشوف كيف يعني كيف في مدينة عنابة هذه السيد كنشوف فيه في القنوات الأجنبية والوطنية يحكي على الوضعية تاع الفرق ولا هنايا وسامحوني أيضا اللاعبين السابقين كانوا جادين رواحهم أسيدي وهذه خطأ تاعهم خطأ ماكش الفريق تاعهم هما وفرصة لهم هذه ومن هنا المستقبل لازم يكونوا حاضرين ولازم يشاركوا فريق تاعهم وبإذن الله احنا كأنصار ما عندنا حتى مشكل مع اللاعبين السابقين. اللاعبين السابقين عندهم مشكل ما بيناتهم. لا معلش معلش صحيح صحيح. السابقين كيما عبد النور يبوت كيما عبد النور صالح في ناس صح كاين ناس تحب تخلص. مهما يكون مهما يكون لاعبين سابقين عندهم كفاءات وكاين فيهم اللي ينجم يخدم ومش كاين فيهم ينجم يخدم وينجم يعاون في اي حاجه وان شاء الله فيها غير الخير وماذا بينا احنا كانصار ديريكتور سبورتيف ديريكتور يعني في الامور الفنيه كون يكون ولاد فريق باسكو باش تجيب لي ايكراك وزاد مديلهم في ملايين بوريا وهما مش حتى معروفين حتى جابونا شومار جابونا اللي ما يصلحش في الجزائر كامل يجيبوه يخدم انا كون مش comme entraîneur, comme conseiller sportif. Conseiller sportif, c'est un jeu de faire. Ou le mal, le kéma, Zoé. Bon, les sénéwa, t'as oué, là. Et chez Abrahim Bid, وما خداعوا حد شيء يعرفوا يخدموا يعرفوا يحبوا يفرحوا شعبنا النبي هما يفرحوا بعد هما يفرحوا لوليه واحنا معهم كنا ديما ومسلنا معهم للأخر إن شاء الله نتمنى لهم السعادة وإن شاء الله نتمنى لهم العمل الجاد ونطلبوا من المسؤولين يعني يكونوا جادين ويكونوا واقفين معهم يعني بالقلب والرب لي يعني فريمون باش نفرحوا هذا الشعب العنابي هذا سبورتيف منهم من صغرنا من وقت فرنسا من وقت الطورة واحنا مع بي اس ام بي بيجمع النابا حمل عنابا تبعناهم كل السبيطار لا يسبيتي تي جي 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 تاع جوانو جيباك ريد ستار موا بو حمرا بو خضرا دونك جي سيدي سالم روحها من ممكن يجمع النبا تقدر تدي دي جوار عنانبا من هنا من عنابا من الكارتي صفقة حارة صفقة حارة هذا الشيء سيدي يشيرون من الخارج
علاش نجيبوا من الخارج؟ علاش نجيبوا من الخارج ونمدوا لهم سوارد كبيره؟ نمدوا النص تاعي نمدوه للبراني، مو البراني يعني براني براني على البلاد ولا على الكلاب وعلى ميل كاين ولادها ولادها ما يسحقوش يدي كما يدي ودنك. خلصوا برك عطيه النص يخدم القلب رب. يم كانوا هربوا. كانوا هربوا هربوهم. الولاد ما يهربوش الولاد. الولاد ما يهربوش كل اللي راح يهربهم. من هو اللي راح يهربهم؟ احنا كل معاهم الشيخ كل معاهم. احنا كل معاهم دايرين يصلوا دوس. لي ماكويور تاع النبا هما اللي يهربوهم. لي ماكويور خلينا من لي ماكويور، لي ماكويور سيتي لوتر بير دو مانش دي ماهيش بلاصتها لهنا باش نعذروها. وجا صلاتني جا صلاتني وهربوه من با سي مراد نحترموه بزاف شيخ نحترموه بزاف. انا غير البارح برك شفته في التلفزيون والبارح كذلك ما نعرف وين راه نسيت وين راه ينطريني في عين بيضاء ما نامو في النبا مولاد صلاتني سي في النبا يا سي مراد صلاتني قول اني في النبا ونقعد في النبا خاطر كنا هذما فريمون استغفر الله يا رب والله ما نلقاو خدموا خدموا بالقلب وخدموا بالروح وخدموا بالمحبة للكلاب وخدموا بالمحبة للولاية عنابة والحومتهم والحومات كل الشيخ الحل الشيخ الحل في يد المعنيين بالأمر السلطات. احنا حاضرين باش نعاونوا الكلاب نعاونوا الكلاب مهما صيفا حتى لو كون يدمضيو علينا الدرهم نعاون بالدرهم. واحد قادر يمد طون يمد طون، واحد قادر يمد النص يمد النص، واحد قادر يمد شري كان مقبول. كلمهم يا كل يوليو ياسر ونعاونو الكلاب تاعنا يوم بلوش الدولة هي اللي لابار الكبيرة من عند الدولة من عند السلطات. يبدو زمع النبا السلام عليكم الشيخ الأغنية الشيخ الشيخ نبرا يا من الأخ ساكتين باسم الشيخ شهاد الشيخ الشيخ مدينة عنابة من المدن التي عرفت كرة القدم مبكرا قبل الاستقلال. والآن ننقل الكلمة إلى رمز آخر من رموز كرة القدم في مدينة عنابة ورمز من رموز الحراسة كدود والعمراوي والبقية له هو صالح عبد الناري رئيس جمعية قدماء لاعبي اتحاد عنابة فليتفضل يلقى كلمته مشكورا. أولاً
أشكر الأنصار على هذا الحضور. يعني بصراحة ما كنتش نتصور إنه يعني نشوف يعني فيه أنصار يعني عندهم يعني نوع من الاحترام الكبير للاعبين، وهذا ما هوش غريب علينا، بالعكس احنا تعودنا عليه. واليوم اشكركم شخصيا ورحب بكم، واشكر جمعية محبي لاعبي عنابة على هذه الدعوة وعلى هذه المبادرة. كما لا افوت الذكر بتشكراتي لجميع الحضور بما فيهم الفنانين رؤساء قدماء أنصار، نقول لهم مرحبا بكم مرة ثانية إن شاء الله في هذا الملتقى، اللي أنا أعتبره يعني ملتقى حضاري، ملتقى ذو طابع يعني نقول احنا ممكن بلك هي أول مرة تصل في الجزائر اللي هو يصير ملتقى من هذا النوع. إن شاء الله فيها الخير، إن شاء الله في المستقبل إن شاء الله. شيخ عبد الله يا شهادة تكريمية. أنا شخصياً يعني بنوضح نقطة برك لنا إنه تلبية الدعوة هذه حتى لا كما يقولوا نخليوا الناس شكفوات في الكريتيك صادر بطريقة يعني أنا نوعا ما نعتبرها يعني ما هيش لها شكفوا يحملون المسؤولية أنه ما يكونوش في الفريق أكن بعد عن الفريق، بالعكس احنا ما نش نبعد عن الفريق، الناس بعدتنا عن الفريق بكوتي في المهر. شكون يقول لا على الفريق تيعه؟ يعني في وقت ما كنا ندافع على الألوان تيعه، ولما اليوم أصبحنا بلك انتم عن بالكمش والأنصار بلك مهمش على علم، يعني أصبحنا مدربين، يعني آخر واحد فينا أو عنده درجة 2 في التدريب. يعني لا ماجوريتي دي زانسيان جوار راهم متكونين عندهم درجات عليا في التدريب، يعني يقدروا يحكموا الفريق في درجة ممتازة يعني في أونيفو. يعني هذا ما بتكونوا عن بالكم برك. دونك يعني هذه بركة نوضحها. أنا شخصيا ممكن بالك عندي نظرة على المستقبل تاع الفريق إن شاء الله، وراح نختصرها في بعض الكلمات. مش من المعقول إنه الإدارة اللي تجي تقصي أولاد الفريق، يعني ماهيش نورمال. يعني احنا لما ناخذوا لي زيكزامبل تاع لي زيكيب اللي هما عاملين لي بوجور تاعهم واللي هما مريسين في الكوتي يعني تكنيك رياضه، راهم لامين ولادهم. وخير دليل هو دلت الفريق تاع السيف، يعني شوفوا الصباح يعني لو كانش لما ولاد ليكيب حطوهم في جنبهم خذوا بافكارهم اعطوا وحطوا فيهم ثقه، شوفوا لا بريفون وصلوا. يعني حتى ما كان حتى واحد فينا يتصور انه يجي اليوم يعطيه فرصه الاصغر مدرب في على المستوى الوطني لما توضع فيه الثقه شوفوا ايش قاعد يدير. يعني وعليه ما تكونش في عنابه، ولان الاداره بركه لما تجي تحب تغلط في سيبورتير شكفا بعد على ليكيب انهم في المستوى انهم يعني نعتوا لي لاعب في عنابه بركه عمل حاجه خارجه على الطريق. أنا نتحدى أنه إداري يجي يقول باللي لاعب في مدينة عنابة يعني في فترة ما أنه تسبب في مشكل وعمل يعني حاجة قراب لأنه اللي يتقصى منه، ما كانش. بالعكس أنا نقول باللي الإداريين ولا الرؤساء الفريق اللي كانوا يتعاقبوا على الفريق من المفروض يستحيوا يحطوا كما قول الأخرى الأوراق تاعها ويروحوا. بالعكس المال فيكم أنتم، ما هوش في اللاعبين، ما هوش في الأنصار، ما هوش في الأفين، فيكم أنتم اللي شكفوا تتمسخروا بهذا الأنصار تتمسخروا بالأفين. أنا نستغرب فريق لما يسقط رئيس فريق ومعها بعض الإداريين وأنا حال البسط يقول له هو الفريق طاح، ويقول له احنا قاعدين نتصل في بعض اللاعبين راح نجيب قطاع. نقول له استحي يا اخوي استحي وروح، كاش فريق يطيح وما زلت لاصق معاك ايش فيه؟ لما اونترينا يجي باهي يدير يخطط يدير البرنامج غير يخلط في دو ماتش
ما يديرش الاستطاع هو الاول اللي نحيهم. يعني قدرتوا تنحيوا لي سنتين وما قدرتوش تنحاو انتم وتخليوا الناس تخدم على روحها. دونك انتم الانصار وهي الكلمه تروح وترجع لكم انتم، لانه بالضغط تاعكم انتم انتم اللي راح تغيروا كل شيء. نحن كقدماء العبيد اللي ما نقدروش نغيروا هذه ممكن نقول لكم يعني بالك ان شاء الله تفهموني، احنا اللي يهمنا اكثر في الكوتي تكنيك، احنا نقدروا نمدوا في الكوتي تكنيك ونتحدى مهما انسان، اعطيونا لا شونس وحاسبونا. هذا هو الحل المفروض تفهمتوا. دونك حنايا لما واحد يحكم فريق، احنا خذفنا فريق انا مراد صلاحي وعملنا فريق وكونناه وجبنا لاعبين من برا، مراد معي يرقد في الناس في داره يوكل فيها في رمضان، كاش واحد يوكل في داره 15 لاعب من المفروض الاداره اللي توكلها. ونطلب بعض كناهم وكناهم تسرع معنا احنا. عمالي عمالي. استاذ مرسلاتني نستعرفوا به، شكون جوال كان معنا وجوال نستعرفوا به وسيدات لي كيف، حتى احنا وكلنا ناس وقعدنا ناس تسرع معنا في الدار. المفروض الاداره هي اللي تتحمل المسؤوليه في احنا ما زلنا نكون في فريق وهم راحوا جابوا ناس وحطوا وغيروا ولاد الفريق. يعني انا نستغرب هنا لما الناس يقولوا علاه ما كنتوا، ما المفروض انتم اللي تجي تحضنون، انتم اللي تجي من وران، انتم اللي تقولوا، انتم اللي تقولوا لنا واحد ما يقرب لكم. نهار اللي انتم تحضنونا وتوقفوا من وران احنا ما نجمو نخدم. احنا ما نجموش نخدموا واحد يجي، احنا اداريين ما نقدروش نحكموا في روحنا، كاش واحد يجي يقول دراع نحكم، يا اخي الاداره تجيب لك وراك وتقول لك الفوتو بعد ولا تتنح، غدوه الاداري يقول لك روح اش حد دير؟ احنا السيبورتير اللي قلنا الفوتو بعد ولا لا وحنا معاك، دونك هذا واش حابين احنا؟ نرجع بس لكلمه قال ما ربحوا حتى شيء، سدري ما ربحوا حتى شيء، بس احنا ربحنا قلوب الانصار، ربحنا الانصار اللي تحبنا، اللي ما زالت تفرح بينا، ما زالت شاك فوا تثبت اسامينا، ما زالت اليوم تقول وين راحوا وين راحوا بدا بيكون فرق، هذا في حد ذاته هو مفخره لينا احنا واعتزاز. وانا نقول صراحه اللي نربح الناس وما نربحش دراهم، الفول فماها الناس هذه شاك فوا لي زونسيان بعاد على الفريق، لي زونسيان راحوا، لي زونسيان ماتش محبين او نوضحوا. فريق اتحاد ميدان تعال ناخذ، تفضل المشكله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بون جماعة نسمو مش هي اللي راح، احنا اللي رحنا. المسؤولية تحملها الجميع. كما قال الله تعالى ان الله لا يغير بقوم حتى يغيروا بانفسهم. وكما قال مالك بن نبي غير نفسك تغير التاريخ. وش نقول لكم يا جماعه؟ ماذا بنا نتكلموا يا جماعه؟ باش كل حاله راهي قراب. فاهم؟ الحاله راهي قراب وين نجم نصورها كيما هو مش مسك يفهمها وين رايحه. ماذا بنا نتكلموا يد واحده وبشكتيف واحد انتيري واحد ونكونوا هناك بهذيك البادي ونحبسوا هذيك الكريتير حيت نقدروا حنا نتكلم نتكلم تفرقنا مش تفرقنا راح كيف نروح نحنا وقال يا غير نقول المسؤولين نقول السلطات احنا شباب جداف متطوعون محبين شباب محب لوطنه غيور عليه جاتك مبادره تنمويه ونهضويه فن مستجيب. وفي الاخير اسبان نلقاو قلوب ساغيه وقلوب واعيه. السلام عليكم. نتمنوا يكون هذا الالبوم اللي راح نديروه ان شاء الله يكون ممول كما كان الاخر يلقى اذن صاغيه واللي تقدر تمول لنا هذا المشروع وان شاء الله تكون حاجه ناجحه وتكون رمز للانطلاقه تاع الانطلاقه الفنيه يعني من الجانب الفني خطرناه الجانب التقني هذاك وخليته الماليه تكون انطلاقه تاع وعي توعيد وتحبيب الناس اللي ربما يجهلوا الكارثه اللي راهي موجوده عليها اتحاد العنبه وتكون الانطلاقه الرسميه ان شاء الله وبارك الله فيكم على الدعوه هذه.
شكرا للشيخ قدام أخذ شهادة تكريمية للشيخ. أنطو دمار أنصار وهو واحد من ممثل المناصرين وهو واحد من الأشخاص الذين ساندوا والاتحاد منذ تأسيسه إلى يومنا هذا. حميد كابيلو فليتفضل يقع الكلمة. السلام عليكم. السلام. أنا تمنيت يكون أكثر منك أنا. تكون 10,000 تكون 100,000 تكون 20,000. بالصحة يا معليش المبادرة من أحد يا أخي أول خطوة. خاطر أنا جاي نعمل حاجة أخرى أكثر منها. بالصحة نقول أنا كان الله بكذا صالح وقال لك إحنا القدماء لاعبين. معليش أنا نشرفوا بك أنا قدماء لاعبين بس أنا ما قدمتوش. أنا شوف نقول لك صراحة أنا درت رحنا الصيف رحنا بالكور درنا الجزائر كاملة وشنو بالشرق شنو حتى في كالا برضو سفيك بيا ليزونسيا جوال مقدمين مع الفريق. باش ما تقوليش ما كاينش حايز باش يوخرك لا واضرب الطابله كيما حنا الانصار نضرب الطابله ونقدموا قدام. قالت لهم كنت جاتي هضرناك مع ان الله يحفظك كريم هضرنا لك انا صريح قلت لك صريح قلت لك الفريق قاعد يعاني وهضر لك كريم قال لك انا روح معنا مع علي كيف كيف قال تعالي اليوم جاي باش تقول لا انا ماذا بيا انا ماذا بيا الناس كل تقدم ليزونسيا جوال اتحاد عنا بعطاكم اتحاد عنا عطاكم احنا مدينه اول وحنا انصار مدينه حتى شيء احنا كش مدينة تيتا كش مدينة بطولة انتم ما تيتوا تحتان اعطاكم اتحاد عنا ما تقولي احنا مدينة شوف لا احنا مدى بيه تكتموا انا مدى بيه تكتموا تاع الصيف شوف يقعدوا في تربيل وفيسان يجوا تاع الصيف وعلى يقعدوا مكرا ويقدموا قدام ما حتى الفيسان ما عندهم مستح يخارطوا من خارطينهم عندهم كتب بالمو يخشوا بها انتم ما جابين الواحد معنا عيب عن بالك والله عيب انا لا اخويا ربي عايش شمال ما تبقى تدريج. سيلابيريتي سيلابيريتي. لا واحد غلطي انا سمحت خلي اتكلم انا سوبرتير انا واحد غلطي يا عبد الله واحد غلطي يا فلان ما غلطي حتى خاطر نعرف انا نعرف واش كاين عندنا في هذا الخبايا تاع كاين كواليس. علي تاع الصيف انا نشوف نتحداك ونتحدى الناس والله العظيم دزوهم فيها وصلوا قالوا له والله قد واحنا من وراك يا صريح معليش بارك الله فيك صريح بارك الله يا جماعه نوش هو قديم من الاحتراف فقط حتى يمر هذه المبادره بنجاح. يا سريع بارك الله فيك. راي باسكو قطعه من الامصار مهمه شباب باسكو كاين حقيقه كاين انصار يخدموا بالمساء وعلم ومن بعد كان من حق اللاعبين ولا التعب من حتى اي كل واحد عنده راي وبرك وفضل ان شاء الله نديروا تنسيق بيناتنا. صريح انا مش قادر نقول لك انا نتفق ولا كاع لاقي كاين انا مدابيه انتم ما بعرفش حماس من هنا من بين الصعيد باش تلقوا انتم وتحكموا على روحكم انتم. انا حاب كل كلمه واحده على شو قد ايش اسمها الفرقه اللي يعني واحد ما هضر عليه عم بالي اللي سبورتك فرقه الناس تقول فرقه انا عندي ثلاث سنين ما خرجتش استعمل من مناكا انا قاعد اتفرج معاه انا مناكا عيب واحد ما عندوش علاقه برياحك انت عاد عنبها ليك تشوفك قاعد تشوف هذا كنت تشوف والله عيب واحد ما عندوش علاقه بالبالون ما يعرفش حتى تريكو زمان بس يحكم يتعدى انا وياه يلعب مع النابا في الجاي يحكم في واحد يحكي ولينا والله حتى في سكيل عيب عندنا كما قالت علي وعندنا كنت نتفرجوا ونص كل قاعد يتفرج بليسونس هو ديك من كل انا كي هضرنا معاك كي دار قطع كي هضر معاك كي كان في الحمر مرشات هضرت معاهم كي دار قطع والفريق قاعد يعاني والفريق ازر واحد حتى وصلنا لدرجه دي الفريق قاعد يعاني الناس قاعد تدعي لك انا ما فيهاش الجاي صح انا نعطيهم الحق ما فيهاش الجاي صح كلهم وقفوا الجاي كلهم وقفوا كل Thank you.
وحنا من نورك عليك انت من قدام وحنا من نورك مش حنا من قدام وقال النور لا هاي هاي انتم صريحة خلنا نقول معك اوكي يا مراد مراد سمعت منطقة في الجزائر وسمعت الكلام ده يحكي عن خدمهم انا مدابيه مراد مدامه في الجزائر يعرف جماعه في الجزائر يدير لنا يدير لما دي ليسونسيا ويبداها من الجزائر هاو كاين الناس تعاونوا من الجزائر حابين هاو يعاونوا عنا بقول انا سمعت حابين هاو عنا بعاونوا بدون انتم مراد غالب صالح سلموني كل اللي هو بعدك انا مدابيه حتى عبد النور يكون رئيس الشرفيه تاعنا اتحاد عنا مدابيه والله مدابيه ترجع مدابيه ترجع تحكي متعدى عنا والله لما لوحدك هم معاك ليسونسيان ديروا مبادره لما كبيره ورجع عند تحكم تاع عنا والله او عيب كبير قاعدين نعاني والله قاعدين نعاني والله اني كنت اي شخص ينايت ونهضر صعيب وعلى عنا ما يقول تحت عنا هذيك خاطر يحكوا عنا قال لك عنا معناتها مرات رياضيه ومعنا ونو عنا او تحت مدرسه لازم انا هذه مبادره هذه قداديه هذه هي الى خمم لازم تتم كل انتم بكم انتم بكم مش بيحنا احنا نصارى الله غالب احنا اضعاف احنا نصارى نصعد خامس الله غالب والله هذيك لازم انتم تهدروا لازم احنا من وراك والله معك من وراك انا ما تبيع 10,000 ونص مش 3,000 ونص ما تبيع 10,000 شكرا لك بالله عايشك اخويا ونطلب من الاخ سيف الدين تكريم كابوي هو صالح عبد الله شرف لي اول حاجه اني يعني في مكان كما هذا باش نتكلم على اتحاد عنابه اتحاد عنابه فخامه الاسم تكفي وشرف لي اني يعني قاعد في بلاصه فيها اسماء يعني كما الله يبارك راس الذهبي للجيل اللي بلك ما يعرفوش حاج قرين لو كنت نبداو في الاسامي ما فضوش يعني انا وش حاب نقول بركه راح نهضر على شيء شفته في الاعوام هذه الاخرى هذه عشنا مع ليكيب انا وياسر هنا كل ولينا خاوه اصحاب وعلام قاسمين هم واحد هم تاع فريق كما عنابه اللي لعبوا بيه رجعوه في واحد المستوى اللي ما العقل ما يتقبلوش يعني واحد يصور تصور انت ما عبينيش لا يوفي تلعب في ريجونال لي سماولا تلعب في ريجونال حقيقة درك من الأسباب تاع الشيء هذايا أول حاجة هي التفرقة اللي صارت في نص لي سيبورتار حنا لي سيبورتار تعرف مستوى تاعنا الله غالب حنا سيبورتار نعرفوا نغنيو ونطبلوا ونضربوا ونكسروا نكتبوا على بعضنا هذا واش نعرفوا أنا هذه هي الحمد لله في الوقت هذايا جات واحد النخبة منا خاوتنا كطلعوا قاريين فاهمين شوفوا الله يبارك شنو دايرين ملتقى والدنيا اعتر كبيرة زهير يعني قالكم هل المستجيب احنا جينا بالشي اللي نجمو عليه احنا اللي سيبورتير هذا هو الجهة تاعنا جينا ورانا مدين لكم زوز يدين ربعة 6,000 يد لهنا مدين لكم انتوما خاوتنا ولاد ليكيب وما عنديش شك بلي راكم تحبوها دركا بالك وقع سوء تفاهم خفيف من قبيله هي ما نكذبوش على بعضنا يعني كاين تهرب شويه من مش تهرب من المسؤوليه انتم ناس نضاف الله غالب جل حوتاله دمه اجبدتوا معليش احنا نتهموها هذه فهمناها صح
هنا درك فقنا ولا فيسبوك ما شاء الله وكذا تحلبنا الاولاد صافا شكرا الحمد لله احنا جيناكم رانا وراكم يعني بمبادره باينه هي انقاذ عنابه كي نقولوا انقاذ الفريق انقاذ الفريق كره القدم مشية كره القدم هي الهوايه اللي حبها الناس كل كي تحرك الكره يرجع الشعب فرحان يرجع الكومارس يرجع الغناء ترجع الحطات ترجع القعدات يرجع كلش عنابه ميته درك ميته ماتت اسمها ماتت عنابه درك انتوما يعني انا نتمنى لازم تاخذوا بزمام الامور فاهم هذه دركا هنا جيناكم رانا مدين لكم الحمد لله بشارة خير الشيخ حاضر لهنا انا نتمنى يعني ولو انا مش جينيراسيوني حضرت تفلك حبي للاتحاد في وقت الشيخ عبد النور كي كانت في زمان نحكموا نعطوها 4-5 ما كناش نربحوا 1-0 غير الزوز 3 وقل البلاد ضحية شكون درك الحمد لله يعني ان شاء الله بشارة خير ان شاء الله ان شاء الله يا ربي بشارة خير وصفحة جديدة صفحة جديدة احنا الانصار انا نوعدكم بحاجة احنا الانصار تربينا تعلمنا من الغلطات اللي صارت كل حونا درك الشكارة ما بقتش تهفنا والاسامي ما بقاوش يهفونا درك احنا فهمنا صحيح كبرنا كنا في عمرنا 18 سنة 35 سنة لواحد من الناس خوتي الجيل اللي جاي هدايا عندكم ما تشيخوا معاه وبارك الله فيك وشكرا لمصر حسين على هذه الكلمة في آخر ساعة سليمان رفاس فليتفضل لهم مشكور صار اتحاد على عنابه عن المبادره اللي قاموا بها مبادره الاولى من نوعها في الجزائر مبادره حضاريه نظن هذه من الان في اتحاد عنابه حينطلق نشوف ربي يبارك الوجوه نشوفوا فيها مراد سلاطني تصفيقه نظن بالتنسيق ما بين الانصار القدام والانصار الحقيقيين واللاعبين السابقين فريق اتحاد عنابه حيرجع فريق اتحاد عنابة ما نظنش لكن يهبط الحاضر أكثر من اللي فيها درك الوضعية اللي فيها درك اتحاد عنابة دفع تمن ما قام به الانتهازيين اللي داو من ليكيب هادي هنا بعيدا عن الصحافة نحكي كمناصر انتهازيين داو من الفريق انتهازيين داروا بيوت وداروا طروات على ظهر الفريق الأنصار تتلموا كيما هكا فريق اتحاد عنابة بداية العام الجاي لازم يعود للمكانة نتاعو الأصلية السلطات لازم تفيق اتحاد عنابة كي طاح الموسم الماضي كتبنا في الصحافة قلنا اللي كي طاحت واحد ما تحرك كاين جهات وصية نحمل المسؤولية على الكلام تاعي الجهات الوصية ما تحركتش ما دارت حتى شي في ليفيل الاخرين تضرب يد بالحديد الانصار سكتوهم بس احنا صابنا نسكتوهم هنا بضغط الانصار السلطات حتفيق وتحرك تضرب يد بن حديد بقرار واحد قادر تغير فريق اتحاد عنابة لازم تغيير جذري ولازم يرجع الانصار كما بكري 10,000 و20,000 في المدرجات وعنابة هي الانصار تاعها هذه واش غنقول شكرا للاخ سليمان الفاس على كلمه ونطلب من المناصر حسام تسليم شهاده تكريميه لمدينه عنابة عبد النور من البوت يعني هو رئيس الذي شهد فريق أزهى فترات خلال أيام عباسي بوصيدة وشاوي عبد النور والباقية فإذا فضل يلقى كلمة وتحية أيضا وترحم على مدرب الفريق حينها إبراهيم قليل رحمه الله السلام عليكم واش راح نقول سي تريز ايمو نظن باللي استغفر الله نظن دخلت حتى على جلسة بس المرحلة هذيك ما نساش طول حياتي لأن بعد جلسة كونسير بكولون
قريب عديد. مهما كانت الظروف نظن باللي فريق هذا فريقنا، فريق القدماء، فريق الجيل الصاعد الان، نظن باللي الشيء اللي قادرين نديروه هو اولا ننقذوا الفريق هذه السنه، نديروا خطه باه نكونوا كل امام مع الفريق هذا. اليوم انا نشوفوا روحنا اسمح لي حاليا قاعدين نروحوا الملعب نلقاو 10-20 بيرسون، او سي با نورمال يا جماعه، او سي با نورمال. مهما كان الرئيس اللي يجي لازم نحترموه، غلط نرجعوه للطريق. اليوم رانا في مرحله اللي رايحين ننقذوا الفريق اولا، ومع الشيء هذا رايحين نكونوا فريق للعام الجاي ان شاء الله. الفريق لازم ننقذوه، اذا ما قدناهش وراح ما عندنا ما نديرو، ما نقدروش نعاودو نوليو كاتريام ديفيزيون ونطلعو. اليوم نظن باللي الوجوه اللي موجوده هنا قدماء اللاعبين، سي فري باللي الرئيس اللي يجي يجيب ليكيب تاعو، البيبان مفتوحه للناس الكل. عندنا باي كانت فيها سونتر دو فورماسيون راح نديروه ما درناهش، لي جوار اللي كانوا موجودين في عنابه كانوا في عنابه في من حجار من قلمه من نواحي، درنا فريق، فريق اللي فرحنا وفرح جميع الناس. اليوم نظن باللي تخلينا عليه الفريق، حنا تخلينا عليه، قدماء لاعبين تخلاو عليه، المسيرين القدماء كيف كيف خلاوه. اليوم نظن باللي لازم نحطوا اليد في اليد باه الفريق هذا يولي من احسن الفرق الجزائريه. وعندنا الامكانيات يا جماعه، نهار حكمت لي سما، نهار حكمت لي سما يا جماعه ما كانوش كانوا دراهم، لي سما جبناها باش كان خويا هذا يمد يدي يجي يديري ب 50,000، هذاك يمد 100,000، هذاك اللي قادر الشيء عليه. والشيء يبدا من درك، يفو كون فاس من درك، ما نسناش السلطات، السلطات تمدوا لنا دراهم كي يكونوا النتائج. اليوم لازم نكونوا شيء باه نشوفوا المستقبل من درك، يفو فاري الكاس، يفو فاري الترك، يفو دري دابور نكونوا روحنا. لان نحبوا نكره، هدرتوا على ستيف، ستيف عندهم جماعه رجال يمدوا بالملايير، حمار ما طلعش هكاك حمار، او كان حمار نقادروه كل شيء حمار. وحنا حنا نلعبوا في ستيف فهمتني، سيتي ان سيبورتير دقدقني انا، عطاني كود بي قريب قتلني، خلاو لي طوموبيل في ستيف. دونك يا جماعه احنا ما نكونوش من الشيء هذاك، لو سبور اخلاق، الرياضه اخلاق، ما ندخلوش الملعب باه نسبوا الناس. مهما كانت الظروف رانا نمشي نشوفوا الحضاره اللي موجوده، كلكم تروحوا الريال تشوفوا البارسا ونوليو خير منهم، اذا حب ربي اذا كونوا اليد في اليد. انا لي ريزولتا يا جماعه، لي ريزولتا فهمتي، لي ريزولتا الحمد لله في الفولي في الباسكت والهوند نجحنا، في الفوتبول نجحنا، لعبنا بطوله عربيه، واللي كان ما كانش موجود، اللي ما كانش موجود في الوقت هذاك كان الغندور اربيترانا، اقسم بالله اني حنا في اليوم جاني يطلب مني رشوه، قال لي فيك هناشي، قلت له واش حب يقول هناشي، قال لي وماركاو لنا ان بيت اورجو، ما كان حتى شيء بان فاهم. اليوم هنا يا جماعه راهي ماشي للمسيرين هما وحدهم، راكم انتوما اللي تضغطوا على المسيرين، انتوما الانصار، والانصار لازم يفهموا شيء، ما ندخلش ندخل الاستاد باه نتفرج بلاش، لازم نخلص بلاصتي. اسمح لي لازم نخلص بلاصتي باه نعاون الفريق، ماشي بايدين تاع الفريق. دونك نظن باللي لازم تكون انطلاقه، فهمتني؟ انا راني لحد الان راني ما نقدرش نجاهد لان ما زلت شويه مريض، ولكن راني ندعم الفريق بالامكانيات تاعي، والجماعه اللي معنا لهنا ان شاء الله كلها تساهم، اللاعبين القدامى ولا اللاعبين الحاليين. وانا نظن باللي باه ننجحوا من هنا، باه ننجحوا راهو اللاعبين تاعنا يكونوا قالما سوكهراس عنابه بسه النواحي هذو اللي مشينا بهم، جبنا جاب الخير، جبنا عباسي كات جوار، نهضروها كات جوار، لي كات جوار اللي جبناهم الوقت هذاك من الحجار، جبناهم جماعه ما با 50 مليون وداروا معجزه معنا. نظن كاينين دوتر عباسي، كاينين دوتر سلاطني، كاينين. دونك نظن باللي نجندوا حاليا درك نجندوا على شيء، لان الدعوه راهي ما تفرحش، لا فهمتني، نمنعوا ليكيب ننقذوها، نروحوا كل الملعب وكل نجي ونساهموا سيدي، مش مشكل، ونخموا نديروا خليه
ونخموا على المستقبل ان شاء الله. وشكرا. ونطلب من رئيس جمعيه خميس سميره تسليم شهادتك العلميه ورئيس عبد المؤمن البوه. كإضافة فقط في بداية الألفية كان المعلق زواوي يقول من ضحية اتحاد عنابة في مقبرة 19 مايو هذا اليوم. هذا الفريق فيتفضل ليقال كلمة مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا أولا يعني قبل ما نبدأ إفالي فرصة من قبل، إحنا أصحاب المبادرة هذه أنصار. لو كان حزب سياسي ولا جمعية وطنية ما قدرش يدير يلموا اللمة هذه. الحمد لله إحنا بمبادرة من أنصار الأوفياء لفريق اتحاد من عنابة داروا لنا هذه اللمة وقربوا الناس من بعضها. قبل كل شيء عندنا أنصار توفوا على الفريق، لابد علينا أن نوقفوا دقيقة صمت ترحما عليهم، نقرأ الفاتحة والدعاء لهذه الأنصار اللي كانوا هنا في حضور الفريق. بارك الله فيكم. شكرا. في المبادرة هذه يعني أول من نوعها في الجزائر، لم نجد أي مناصرين غير مهيكلين ده مستوى عالي. احنا الفريق كان تابع الجامعة واللاعبين تاعنا كلهم كانوا متكونين يديروا دي فورماسيون نيفو دونيفرسيتي. عندنا الطبيب، عندنا الدكتور، عندنا لافوكا، عندنا الكونسيي، عندنا كل الإطارات اللي قادرة تنكادري ليكيب. سبحان الله، هذه وحدة. ثانيا خذوا المثال مثلا، من كنا نهضروا ديما عطوا ليكزومبل بستيف، المدرب تاعهم مادوي اونسيان جوار، لو دي تي اس تاعهم بالحجينات اونسيان جوار، لونترينور دي غارديان عباس اونسيان جوار، لي زونترينور دي جون كامل دي اونسيان جوار سوف لو. وهاد الناس انا قراو عندي كونتهم، لي صايب لي تزيري هاد قراو انا كونتهم يسيطروا فيهم يونكادري ليزيكيب تاعنا الا ليسونسيال جوار تاعنا. ونزيد نعطيكم معلومه، راني في المديريه الفنيه الوطنيه في التكوين، كل اللاعبين عندنا، كل الناس مني من عنابة ليسونسيال جوار تاع ليجما ولا دو نيفو دو عنابة حاضرين معنا هنا، راهم من الاوائل في جميع التربصات تاع المدربين. عنابة لم تستفد من اطاراتها، لم تستفد من لاعبيها. اليوم ابعدوا هذ الناس وجاو الدخلاء على الفريق اللي بعدوا هاد الناس. لهذا نظن احنا لم نهرب بيوما من مسؤوليتنا، احنا مستعدين نخدموا بدون مقابل خدمة للفريق نتاعنا لافراح الكامل. يعني الا يحق لانصار شباب كيما هادو اللي ما يعرفوش الماضي تاع الفريق نتاعنا اللي يفرحوا بفريقهم، نشاركوا في كاس افريقيا ونشاركوا في اكثر، علاش؟ ما عندهمش حق. احنا عشنا على الاقل وقتنا احنا وين كان ملعب شابو على الساعة الصباح كومبلي، وحنا اون اوبليجي لي زوتوريتي في اعلى مستوى الوطن باش بناو 19 ماي باش تمتعوا به انتوما، سي نو لا ريزون. انا فرتي ماتان ستاد كومبلي والكبار مشواو، اون اوبليجي لي زوتوريتي باش بناو 19 ماي للانصار تاعنا ونعود نستقبلوا فيه الفريق الوطني. اليوم ابعدنا واحد من ليسونسيال تاعنا اللي هو تاعنا ماهوش موجود في الفريق، علاش الحقد الدفين هذا لقدماء اللاعبين؟ وهما موجودين حاليا مستعدين قلت لكم نخدموا بدون مقابل حبا للفريق. بهذا ندعي انا باش نكونوا عمليين، لابد علينا باش نوجه الجماعه، راني استاذ في الجامعه، نوجه الجماعه لازم نديروا عريضه يكونوا فيها انصار ويكونوا فيها الفنانين تاعنا اللي شاركوا على راسهم الشيخ ابراهيم بي اللي اسس في الوقت نتاعنا اغنيه عن فريق اتحاد مدينه عنابة ومشكور عليها بزاف. كانت اغنيات ان شاء الله
وحنا ديما الفن والرياضه يتمشوا مع بعضهم. ندم باش نكونوا عمليين، حنا موجودين هنا عندنا لاعبين قدماء في المستوى، نديروا عريضه وين كل انصار عندهم حق يطلبوا باش يقدموها للمسؤولين. ها هي مطالبنا، لابد من رفع التحدي ونرجع الفريق الى مكانته الحقيقيه. بدون ما نقول لكم التضحيات اللي ضحاوها، وتشوف زميلي هنا وخويا حفيظ جغال، احنا علينا في 83 كيخلق الفريق هذه، وما نخافش الناس اللي خلقوا فريق سي مصطفى بن نصيف الله يرحمه، ما نخافش الناس اللي خدموا حفيظ جغال في البرج حلو كان ماركات ريسك حياتهم في الاربعه. رصاص يعيط في الاربعه وسفرينا احنا باش طلعنا الفريق هذا القسم الوطني الاول باش نثبتوا به ولادنا. اليوم عاد رفعوه حفيظ ضحى بالعرس تاعه، ليت العرس ما تبقاش لاعب، ضحى ما راحش العرس تاعه وجا لفريق العرس وما كذبش. اذا كاين شباب ما يعرفوش التاريخ تاع الفريق هذا، احنا اوني لاب باش نرشدوهم ونحطهم في الطريق الصواب. احنا نعاود ناكد باللي راكم مشكورين كثيرا كثيرا على هذه المبادره اللي اول خطره، ولازم وسائل الاعلام تشيد بذلك باش الناس الكل تعلم في الجزائر كامله باللي انصار عاديين ماهم جمعيه كبيره ما ولا داروا مبادره مثل هذه. فالشكر الجزيل لهذو النصارى اللي لمونا، ما لمنا حتى واحد اخر، لا مسؤولين، لا مسؤولين على الرياضه في ولايه عنابه، وهما صراحه نقولها اليوم وغدا واني مرفوع الراس، ان المسؤولين اللي على الرياضه راهم هما اللي كانوا سبب تقهقر فريق اتحاد مدينه عنابه. لا نقدموا انا لا نقدموا احنا انفيتاسيون ما نديوهاش يا عجب يا ربي، ما نديوهاش من الاختيار ليكيب انفيتاسيون ما يعرضوناش، ما كانش نسمح لنا به الابواب، كاين بساطة ما عادش داخل لوجيت في الاستاد. لا سبحان الله، يفو نعرفوا الحقيقة. شفت كيفاش؟ شفت كيفاش؟ ما يعرفوش، شفت كيفاش؟ حتى دخلوا انت انا استاذ جوار كيما هذا، شفت كيفاش؟ ما نقولوش انا ما نجيش لي استاذ جوار، باسكو هربوهم اللي سو اوبليجي، عطوا يهبطوا عليه هذيك في لابون لي كومبيتا، حب يضربوه واحد يربو في المدينة، دار ما دار، جامي نضربوا نتوصل باش نجيش بابا علي، مهما واش دار. حنا توصل باش تكون تعلموا، الناس بيحرصوا عليه باش يضربوه، وهذا عيب وعار. حنا رانا هنا نوفقكم، حنا رانا نمشيو مع الانصار تاعنا الحقيقيين، رانا معاكم وباذن الله ان شاء الله نرفعوا التحدي ونرجعوا الفريق الى مكانته الحقيقيه، والسلام عليكم ورحمه الله. شكرا الحاج بها، هذه كان مواد. تفضل مناصر محمد تسليم شهاده تكريمي. كلمة الآن ستكون للهدف التاريخي، واحد من الهدفين التاريخيين لفريق اتحاد مدينة عنابة، واحد أبرز هدفين البطولة الوطنية خلال سنوات الثمانينيات حفيظ جغال، فيتفضل يلقى كلمة مشكورة وتصويت حارة. يعني حفيظ التذكير فقط هو عائد من المرض العام الماضي، مرض كبير ووقف بها على جميع جهات كروية في المدينة، وتصفيقة أخرى على حفيظ جميع. وجميع يتذكر أغنية حفيظ يزيد الحيد التي ألهبت ملعب العقيد شابو. أنا نشكركم صديقي الحاج كريم شكرا هضر كلش باش نعيش مش راح نهضر شي انا ديما مع المناصرين هذوما اللي معاهم الحقيقه في اليوزما ما تعرفوهاش كون تعرفوا الحقيقه نجر عليكم ما نجرش عليكم نخليكم باسكو انتم راكم قلب ورب تحبوا الفريق هذه ما فيهاش شك ما فيهاش فهمت احنا باش هربنا ما نهربوش فهمت انا العميد الاولين في اليوزما بعد في اليوزما العميد الاولين كيف حبست رحت خدمت باطل وفرح بصح كونطون فهمت احنا ماش مع المقابل اجمعه كي تشوف انت لاعب دولي كما مراد سلطني وعبد النوري يخدموا في الفريق
يجيو يصحتوهم، يجيب واحد اعر منهم. اكتكرهوا البالون راكم تكرهوه. اي الحقيقه، اي الحقيقه هنا مع دم سيدي فري سيبورتور، هادوما يحبوا الفريق. انتم لو كان جيتوا تعرفوا الحقيقه ولي كوليس والصوارد، وروحوا سبوا عطوي، وروحوا سبوا طجات، وروحوا ديروا هكا، وروحوا سبوا قرين، وروحوا سبوا دوكا، كنتوا تهبلوا. ما صراتش هذيا. احنا استاد حرموها علينا، حرموها علينا استاد، فهمت علاه اخويا؟ يعطيك 100,000 200,000 روح سب هذاك، تروح تسب علاه؟ واش دار؟ ما همش انصار عبالي، عبالي انا عبالي لو كان جي كاين هنا انا ما نجيش عبالي، ما نعرفهم بالواحد، نعرفهم وندي فيهم، ويحبوا القباحة قبيح وكما يحبوا. باش تنحطوا شي قدموا الشيخ. لا بربي ان شاء الله، ان شاء الله. وعلاه انا ما هضرتش معاكم، قلت لك كي عادوا ديجانا دم والله بيان، فهمت؟ لا كي عادوا ديجانا دم والله نخدموا معاهم والله بيان، وبلا مقابل كما قال لكم الحاج، بلا مقابل. احنا الحمد لله احنا كي نقولوا 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 اليوزما اللي عطاتنا، انا كان عطاتني اليوزما سوقنا، عطاتني حانوت سي غراس اليوزما، مالغري جي ريفوزي دي كونترا في فرنسا وفي جياسكا لا غروند ايكيب تاع جياسكا، لا نقعد في عندنا باسكو. علاه كانت ايكيب مليحه، بيبليك مليح، كان حتى البيبليك يا جماعه قطع مجربه، واحد الغناء والضحك والامبيونس. انا فضيت لا كاريير في عنابة 7 سنين ولا 8 سنين، والله يا جماعة ما خسرت حتى مقابلة هنا في عنابة، مقابلة اللي خسرناها ما لعبتش فيها. كيفاه واحد ما يحبش عنابة؟ كيفاه يجيو هذو ما جينيراسيون هذه الاخرى تروح تحرش هم لي زونسيان، هم لي زونسيان، الحمد لله لي زونسيان كلها لاباس عليهم وكلها تخدم، تحب تخدم في اللزمة. احنا ديجا هذا ملتقى هذا وفرحنا به، امنحوهن يا جماعه، امنحوهن، قريب يكرهونا من الشعب، قريب يقولوا لنا صحتونا من البلاد. احنا ما نسنا والو، احنا كونتراس، لكن هنا باش نعاونوا اونيلا، والله نضحيو، قسما بالله نضحيو. اي والله باش وكبيلة، والله ما هربنا، والله ما نهربوا، بصح والله انا عبالي، والله يا تعرف، والله يا تعرف، يا تعرف الحقيقه. اي غدوه تحل الكرونداري وتقول لي هيا. بصح ما لا احنا سبورتيف وراح ننساو كلش، وحنا نخمو على المستقبل. لا لا خموا على المستقبل وربي يسامحهم، هذا ما كان، ما نبقاوش درك حاكمين عليهم. السلام عليكم. ونطلب من صحفي جريدة الهدف سليمان الفاس. الكلمة الآن ستكون لصخر الدفاع اتحاد مدينة عنابة مع نهاية الثمانينات وبداية التسعينات فوزي زيتوني، فيتفضل يقع الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أود أن أشكر هذه الجمعية، جمعية محبي كرة القدم، وهذه الجمعية هذا اليوم يقعد في التاريخ، تكتب لهم ليهم هما، باسكو هما اللي داروا الانيشياتيف هذه. الانيشياتيف سي با دوني تو الموند، واحد وان دل على شيء فان يدل على حب الفريق، حب ليكيب هذه، فهمت؟ انا واش راح نحضر، واش راح نقول؟ نقول باللي نو سوم توس ريسبونسابل، رانا كل مسؤولين، كيما انا جو رجوان الكابيلا، حنا اوسي اون اون تري غروند ريسبونسابيلتي، حنا اللي خلينا المجال للناس هذو، علاش؟ باسكو ضعف لا كومينيكاسيون،
ما كناش كنا صح بصح ما كناش نكتفوا لا كوميونيكاسيون كنا نحضر بور بيان فير بصح احنا درك نخلصوا هذه الملتقى هذا ومن بعد كل واحد يروح مي لو بلوز امبورطون سي لا كونتينيتي فوا فوار لا فولونتي يا جماعه فهمت ومش واحد يجيك يقول لك انا نحب ليكيب ومن بعد في الصح في الخدمه في الصح كاين ناس انا خرجت من النادي خرجت وبعثوا لي حتى الواحد لي سيبورتير بعثوا لي واحد فهمت الحمد لله كاين رجال ولاد فاميله ما يقدروش واحد المحيط تاعنا بتعفن ما نقدروش احنا درك احنا مدربين ما نقدروش نديروا احنا واحد يفوك واحد كيما انتم لميتونا وانتم مشكورين انتم الاولين احنا رانا كما قال الزملاء رانا مستعدين نضحيوا في الواحد كي نشوف انا نغير على الفريق هذا نبكي انا كاين واحد سيبورتر او هضر الازهر ولا زهير هذاك اللي سيكولوجيكمون راهو انسان او مضطرب انا خايف عليه هذا الانسان مضطرب يعني اللي وراحه نو يحب بزاف ليكيب وانا خايف عليه باسكو يقدر يتصرا له المشكل تاع النبه وين المشكل كي شغل العنابه من بكري بنات دار ماهيش على قاعده صحيحه فهمت لا ستركتور لازم اعاده بناء هيكله الفريق لازم تتهيكل الفريق شوف لي زيكيب كل تاع الجيري اللي مهيكلين لا جي اس كا بوركو لا جي اس كا نمر با بوركو لا مسي نمر با بوركو ستيف ما نمر با لي دون زيكيب نمر با احنا الناس تجي وناس واحد ما كانش استراتيجيه ما كانش مخطط مدى طويل ولا موين تاع ما كانش فهمت عندنا كلش عندنا لي كومبيتون احنا الاولين في الجزائر احنا الاولين زميلي مراد والحاج وحنا الاولين وصوم لي برومي في لي ستاج دو فورماسيون احنا الاولين احنا مستعدين نخدموا له احنا مدت لنا انا مدت لي ليكيب بصح انا ضحيت الدم تاعنا ساعه فهمت انا واش نقول ما لازمش تفض واحد لازم هذه هي البدايه وما تنقطعش خلاص باسكو اني جامي ترو طار بور بيان فار قادرين بال كومينيكاسيون ونزيو لبعضنا نعيطوا لبعضنا قادرين نديروا واحد اول حاجه يلفو ستركتوري ليكيب هذه لازم تتهيكل كون ما تكونش ليكيب مهيكله راهو يجي الريح يبالينا واحد لازم اعاده بناء هيكله الفريق وبربي ان شاء الله الناس هذوما باسكو يلفو دوني لو فوتبول وفوتبالور ماشي غير كره القدم برك احنا بكري كنا صغار كنا قبل نتفرجوا على الفولي على صراع على هوند الباسكت وراحوا الرياضات هذوما راحوا كل الفوتبول دركا وخلاص داو عليه خلاص بربي ان شاء الله بفضلكم انتوما انا شوي تري كونتون باللي رانا مجموعين وان شاء الله راح نكتفوا توجور اللقاءات فهمت يلفو فير في دروت كي الانسان يكون اورغانيزي بيان اورغانيزي يقدر ينجح يقدر يروح من لي طاب شغل لي بلانيفيكاسيون وخطط ليكيب بربي ان شاء الله دون دو زون تروا زون تكون فوق ان شاء الله بصح برجالها بارك الله فيكم شكرا نطلب من المناصر صالح تسليم شهاده تكريميه لفوزي زيدان ومواصل صوتي واحد ابرز المدافعين في تاريخ مدينة عنابة اسمك عمارة وشيا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم نشكركم على المبادرة هذه محبين الرياضة في عنابة اللي قدرتوا تلموا كما قلت دي زونسيان دي كوكتيل تاع لي مطار نبيل واني جد مسرور باللقاء معكم انا نظن كلكم تحوسوا تعرفوا الحل باسكو كنا نتكلموا على المشاكل اللي صراو قبل ومسؤولين اللي كانوا في اتحاد مدينه عنابه قبل يا بوكو دو بروبلام بوكو دي استوار
كما انا كانت عندي الفرصه وان في القنوات التلفزيونيه كنت نتكلم، انا كي كنت نشوف في الاسام على با لو ستاد كومبلي في بريمير ديفيزيون والدخله باطله، انا تم النهايه تاعنا، انا تم كنت نقول لهم هذا الفريق ما عندوش مستقبل. كانت ليكيب كلاسي بريمير بيان كلاسمون بيان كل شيء، مي ما كانش استراتيجي، ما كانش مخطط، دونك راحت وكما نقول لك كل شيء تكسر، والناس اللي جاوا استغلوا اتحاد عنابه واستغلوا الانصار بعض من الانصار، وكان كما يقول كوميتي سيبورتر الوقت هذاك اللي كانوا هما الممثلين على الانصار استغلوهم على كما يقول لك على دي زوبجيكتيف تاعهم، ما نجحوا لي في السياسه ني في الرياضه، ما نجحوش في اوكان دومين. دونك هذا التاريخ اللي راح يشهد عليهم. انا نظن باللي المهم في كل هذا نقدروا نتكلموا ونقدروا نديروا ملتقيات اخرى ونقدروا بصح ليسونسييل وفي القانون، او كان هنا للاخصائيين تاع مديريه الشباب والرياضه يعلموا خير منا من الناحيه القانونيه، نقدروا نهضروا نتكلموا داروا درنا كذا، بصح اون فيريتي ما راح ندير والو، نهضروا نتفرقوا، واحد مريض واحد ما كاش واحد مشغول واحد يجري على حياته. دونك ليسونسييل لازمنا كيما قال عبد النور نديروا استراتيجي، ممثلين تاعكم انتوما وممثلين تاع ليزونسيان جوار، ممثلين تاع الصحافه، ممثلين تاع مديريه الشباب والرياضه، ونديروا استراتيجي. مش عيب ليكيب طاحت سي فري، كاين دي غران كلوب طاحوا، بصح لازمنا نكونوا دي بون زيلاف، نحفظوا الدرس، وعنابه كبيره وعريضه امبوسيبل. ما كان انا كيما راك نخرج تروز ايكيب من عنابه، ما نخرجش ايكيب واحده. انا خدمت معاهم في الدوزيام ديفيزيون بروفيسيونيل، وعلى بالي باللي امبوسيبل راح نكمل. كان عندي ان براند اسبوار، قلت بالك ربي يجعل السكينه ونخدم. لميتهم كل دي بون جوار لي جون تاع النابا لي ميور اللي كانوا شويه في الحمراء، قلت ان شاء الله نديروا ان بون مانتيا، ومن بعد يجيو الانصار ولاد المدينه ويجيو ناس ولاد المدينه ونجيبوا حيد من برا، مش نحنا يا كيف تاع كيما نقول لك لي باسك، نجيبوا غير من هنا، لازمنا كوكتيل اللي يكونوا خير من تاعنا مرحبا بهم. دونك على بالي بالكلوب اماتير راح يدير الكلوب، رغم هذا جيت ودربت وجبت لاعبين وعينوا لطرش، وانا جيت في لونترينمون جي اسيستي، هما يونتريني وانا في وسط التيران، قلت له انا لازمني، انا من الستاف تاعي كان معايا صالح وسليماني وطوال بيا، قلت انا لازم نبوانتي في دو زور دو طون تاعي، لازم نبوانتي، قعدت لهم في وسط الستاد وقلت لهم غدوه نزيد نجي، وانا على بالي مشني راح نكون، رغم اللي كان عندي كونترا، ودروك عندي كونترا في الدار، كونترا مع بوديا بروفيسيونيل 3 سنين. انا باش غدوه كي تتيح لي الفرصه في القنوات التلفزيونيه ولا المرئيه ولا المقروءه، انا نتكلم ونعرف واش نقول. انا نظن نديروا استراتيجي، وان شاء الله كما قال عبد النور ان شاء الله يمنع الفريق، وحنا كقدماء لاعبين مشنا نخدموا دراع في الليكيب، واحد ما يخدم دراع، حنا وسي نعرفوا سيبوزون يكون رئيس فريق، واحد ما راح يحتم له شكون المدربين، نشوفوا لو ميور اللي يكون في كاتيجوري مينيم لي جون، ونروحوا ممثلين تاع كوميتي سيبورتور ونخدموا على المدى الطويل. وكي تخدم دير ان ترافاي دو باز في لارج لي ديفيزيون تحت لاماتور، ودير ان بون سيزون خير من تلعب بريمير ديفيزيون وتطيح. دونك هذا رايي كيما قلت الشخصي، وانا نظن عندنا كل شيء باش هذه ليكيب تقدر تحيا. دونك الاخطاء اللي درناهم احنا واللي داروهم الانصار اللي كانوا من نادي مازال مام با ما هضرش، هما كل يقولوها مازال ما هضرش، خلاص معاه في كل شيء. انا خدمت معهم ادجوان مع الاطرش، خلصت 3 سنين ابري الور دي جوار ما لعبوش، خلاص خلصوا بورتو تما ما دينا والو، مي مالغري سا احنا واجدين
دونك كيما يقول لك نقدروا نديروا ان كوريسبوندونس لي زوتوريتي كونسيرني وديروا ان ديريكتوار ومن بعد كيما كان عبد النور ديريكتوار ومن بعد ولا بريزيدون ولا مير بيريود عقبناها مع عبد النور بولاد عنابه ولي زونفيرون تاع عنابه كانوا يقولنا ان ايكيب دو ريجيون حنا حاكمين لا ريجيون تاع لاس كل كيما نقدروا نرجعها فاسيلمون عندنا لي ستاد عندنا كل شيء عندنا كل شيء والكفاءات تاعنا مش يكونوا من غير من ليزونس ان جوار يعني دي جون ديبلومي لعبوا فوتبول ما كانش عندهم لا شونس باش يلعبوا في اليو اس ام عنابه يقدر يكون ديريجون يقدر يكون مسؤول مع اليمين يقدر يكون هذه كيما نقول لك الفرق درك لا ستركتور كبيره كاين لو ستاف يدير في 7-8 لي سيكريتير 1 و 2 بليزيور بوست يكونوا فاكون ونقدروا نديروا ان بروغرام و 90% نقدروا ننجحوا كي نخدموا بطريقه منظمه وكوريكت منظمه يعني ما ترجع كما كان ان شاء الله. شكرا مراد السلطني على هذه كلمات رائعه ونطلب من المناصرين توفيق والد ومنسق المبادرة عبد المجيد رئيس تسليمه شهادة تكريمية. الكلمة الآن ستكون للمناصر محمد. نعتذر من بقية الحضور فقط على عدم منح الفرصة الكلمة لأن الحضور كثير وتحية للمدرب عبد الله بن عيكوس على حضور هالمبير وبقية الأسماء الحاضرة معنا وحسين زلقاف اللاعب السابق رحمه. السلام عليكم يا جماعة احنا اليوم تلمينا عجل هدف باش نوصلوا ليه هذا الهدف احنا كأنصار حطيناكم انتم في الصورة ليزونسيان جوار مرحبا بكم معنا في الملتقى هذا وعندك ناس كبار كما كابيلا نسحقوه في التيران احنا حطينا هدف الإدارة دي ما نسحقوهاش من الأخر آخر كلمة الإدارة دي احتحتنا مصطاد كيف ما هي ندخل ربع مية ثانية طريبالة بل تفرص على كيف تاعية لو علي الثاني هو علي احنا حطينا هدف الإدارة اللي نحيوها نديروا لجنة إنقاذ مع بليس ان اللجنة دي شكون اللي نحطوا فيها شكون اللي ما نحطوش كاين الناس متخصصة في النقطة دي هي اللي تكفى عليها مهم خلاص القولة احنا اللي راهي كيف وعندنا ما نفوتش اخر كلمة شكرا محمد كلمه الان ستكون كلمة مناصرة حسام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أولا نشكر كل الحضور على تلبية الدعوة لأنه حب إنقاذ الفريق هو من أحضرهم في هذا الملتقى ملتقى حول الرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة هذا الملتقى من شأنه أن يطرح ويناقش الوضعية الكارثية التي وصلت إليها الرياضة في ربع أكبر مدينة في أكبر بلد في القارة الإفريقية مدينة عنابة إخواني الكرام من أنصار وصحفيين وسلطات وكل الحاضرين حتى لا نطيل عليكم الكلام الرياضة في عنابة وصلت إلى حالة يرتى لها كيف لا والفريق الأول لكرة القدم في عنابة الذي يمثل المنطقة كاملة وكان يصنع أفراح عدة أجيال الذي أنجب إرمادة من اللاعبين المتألقين الذين شرفوا المدينة والوطن وكانوا جزء لا يتجزأ من الفريق الوطني عبر الزمن هذا الفريق الذي أشقه أكثر من 200,000 مناصر على ربوع الوطن مناصرين تنقلوا معه أينما رحل وارتحل ومات من أجله الكثير من عشاقه نتيجة إخلاصه لهم إخلاصهم له والتنقل معه في كل أقطار الوطن
هذا الفريق الذي كان كل أسبوع يجمع 60,000 متفرج في الملعب وكان عشاقه ينتظرون على أحر من الجمر اليوم الذي يلعب فيه حتى يتنقلوا إلى الملعب لمشاهدته. هذا الفريق الذي اشتهر باللعب النظيف وكان يجابه الفريق الكبرى في الوطن. هذا الفريق الذي تحصلت أنصاره على لقب أحسن مناصرين في الروح الرياضية والإخلاص للفريق عدة مرات. هذا الفريق الذي كان يرعب النوادي الكبرى في البطولة الوطنية أضحى اليوم فريق مهدد بالزوال ويلعب في قسم الهوات الذي لم يلعب فيه منذ تأسيسه. والسبب واضح، ليس مشكلة إمكانيات مادية، هو مشكلة تسيير في المقام الأول. هذا الفريق الذي أصبح يصارع من أجل البقاء في قسم الهوات ولا يستطيع حتى ضمان 3 نقاط في ملعبه أمام فرق مغمورة. هذا الفريق الذي أصبح عند تنقيه لا يجد لباس اللعب حتى أصبحت فرق تعطينا لباسها يلعب به، وكله كان في العام اللي فات كونتر بوسعادة ما عندوش لتوني به يلعبوا، تا بوسعادة عطونا لتوني تحم. هاي هذا الفريق الذي هجره أنصاره أصبح يلعب أمام 500 مناصر على الأكثر. إن هذه الوضعية الكارثية التي ألا إليها الفريق كما لا يخفى لكم نتيجة سياسة الإدارات المتعاقبة والمشاكل الداخلية والصراعات الشخصية التي أوصلت الفريق إلى ما هو عليه وتبخر حلم عشاقه في رؤيته يتوج كبطل. وفي هذا هو نداء إلى كل محب الفريق، حان الوقت لتطهيره من الانتهازيين الذين قد أصبحوا مثل السرطان الذي ينخر جسد الكرة العنابية وتعويضهم بمنهم أهل لذلك. إلى متى نبقى صامدين ونشاهد مكتوفي الأيدي وهم يأبتون بأمجاد متينة عنابة بأكملها؟ وفقا للمقولة الشهيرة، لا يمكن أن ينتصر الحق إلا إذا لا يمكن أن ينتصر الباطل إلا إذا سكت أهل الحق، فإننا وبإذن الله سنبلغ أهدافنا التي أقل ما يمكن عنها أنها نابلة. وفي الأخير نشكر كل الحضور ونتمنى في المستقبل أن نجسد هذه الأعمال في الميدان. عاشت اتحاد عنابة رغم أنوف الحقيقة يعني. وكل ما الآن ستكون من مناصر توفيع. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما عندي حتى هضره نزيدها جماعه باسكو اصدقائي يهضروا، نترحموا على الناس هذوما جماعه اللي ماتوا في سبيل الفريق كريم وميدو ربي يرحمه وعمر بوناني. والله راحت الهضره من قلت ما نهضر كي نشوف مراد واش هضر على الفريق وصالح والشيخ عبد النوري. والله ما نقدر نهضر وما نقدر نزيد نعبر يا جماعه، راني لاجدو 45 كون ما طلبتش طلب الفريق كما كان عبد النور ميريبوند. ندخل للستاد في 60,000 لياسين عنابة. السلام عليكم. وشكرا للمناصر توفيع وتحية المدرب قاسم الجودي أيضا الذي هو حاضر معنا. كلمة الآن ستكون للمناصر صالح. السلام عليكم. السلام عليكم. خيرتي انا هنهضر بالدارجه مش هنهضر بالعربيه. انا في عنابه ونعرف واش كاين واش ما كانش. درك نروحوا للجيل الجديد هذا اللي قاعد طالع درك. احنا ديبلاسينا وكبرنا مع لي زمان. كاين جيل درك هذا 90 هذا ومن هنا مساكن مش حتى مغمومين كما نقولوا هنا. عندهم حاجه حابين يفلقوهم مش مقدرين. انا غايديني كما انا بالك ديبلاسيت وفلقت ودرت واش عندي في قلبي. مش هنقول نشكر قدماء اللاعبين كيما عبد النور ميريبوط حفيد جغال شيخنا ابراهيم بي. نشكر الرئيس السابق عبد النور ميريبوط يعقبنا معاه بريود مناحه. ولكن حكايته كلها متهضره ودرك وش يكمل وباين اخوتي. حنا وش جايين على اليازما؟ ماذا بينا اليازما ترجع للمكانه تاعها وين كانت. هذا هو كيما نقولوا حنا الحاجه اللي حبيناها. ما عندنا حتى مش ما بيناش لي زافير كيما نقولوا حنا، ما عندنا حتى انتريم ونوراها. لكن كاينه ناس قاعده تتبع، لكن كاينه ناس قاعده تدير حوايج. احنا انا وش منعونا لي زما برك يا خويا في الحاله اللي رانا فيها، واحنا معاكم في كلش يا خويا. واللي كاين وباين ودي الحكايه وحكايه وصحابي كلهم حكاو. تفضل يا خويا. السلام عليكم. وشكرا يا صالح. الكلمه الان ستكون من المدرب السابق قاسم الجودي، تحيه كبيره له.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا جماعة. شوف هذه أنا فخور على الدعوة اللي قمتوا بها والحضور تاعكم اللي راهو لهنا لتحدي تاع اللي سمعنا هذا. وراهو كما يقول الآخر الفريق هذا راهو أمنا، والذي قدمنا للفريق هذا وخدمنا به وخدمنا معه باش نصحوا التحدي هذا، فهمت؟ واللي جرانا من قبل رانا عايشين فيه وشوف المهزله ورانا فيها. هذا كما يقول الاخر لي زونسيان جوار حطوهم دو كوتي، لي زونتينور كومبيتون حطوهم دو كوتي. اورك ميتنون دركا اكتوالمون لي زونتينور تكونوا تاعنا تاع النبا وراهم كم مكونين، كانوا يعني ابرز من اللاعبين خاطر عشنا معاهم ودربناهم ولعبوا في الـ في الـ في الـ في, الـ في القسم الاول والقسم الثاني. القسم الثاني على الاسف همشوه يجيبوا 15 20 لاعب من برا اريزون دو 50 60 70 مليون بار جوار، فهمت؟ بون سا ديرونج لي ديرونج هذو الاداره اللي راهي حاليا قاعده تخدم واللي خدمت اللي طيحت الفريق. كان عندهم برنامج جاني يديو وموش يجي باش يحطو، سادي سون فوني سو سيرفير اي با سيرفير اللي سمعنا با، فهمت؟ بون عشنا نقدنا ليكيب كلاسينا سانكيام في لي زاني 92 93 في ناسيونال 1، رفعنا التحدي في عندها عامين. يقول لك مدربين تاع النبا ما كانش، لا احنا انا كي دخلت جي في 4 ماتش سونيور جي في لا دي تي اس نتاع ليكيب تاع لي جون كامله والحمد لله. واش عاهدتو وفيتو ترو موا ابري قدمت 7 لاعبين من الصغار طلعوا ناسيونال دو بروفيسيونيل، فهمت؟ ظهروا من بعد يجيبوا دي جوار باش يهمشوا، يجيبوا دي زونتينور باش يهمشوا، يجيبوا لي ان اونتينور كي ا ميم با ليسونس كاف ا معايا، فهمت؟ باش نخدم معاكم ادجوان ما كانش منها. شوف كيفاش يهربوا لي زونتينور المحليين ويقول لك ما كانش من هذه بالتجربه وعشتو اون 4 ماتش ندخل 10 بوان. خليت سيدي المجلة سي بغرارة هذا الامير وقلت له انا ما تقطعش الواد قدام، قبل كان يسيني في كونترا تاع 70 مليون قدامي وانا اكتوالمون هذاك الوقت ما سينيتو كل كونترا. يعني للاسف على الصحافه كانت تدعم في لي زونترينور تاع برا، او جاي فلان باش المعنويات تاع لونترينور لوكال يهرب، فهمين؟ او كيفاش قاعدين يخدموا؟ لا نوضح الامور خاطر عايشها عشتها، فهمين؟ دركا كما يقولوا خير كاين كما يقولوا خير يفيدوا كما هدر زميل زيتوني، فهمت؟ ومراد الكل يفيدوا لك كيفاش تابليكي فوار المستقبل دوكا تاع ليزما، كيفاش تبني ليزما، كيفاش تونها ابارتي دي سون دو فورماسيون ابارتي دي بري سيليكسيون تاعها وتبدا نظام اداري كيف نظام اداري يكون صافي بالقلب جاي يخدم على اللي سمعنا وان شاء الله فيها خير عليها خاطر لو ريزيرفوار عندنا با اون رينا اونفوي على الانتيريور دو بيي. كنا حنا بكري نمدوا لي جوار للبرا، لان حنا نجيبوا مع الناس في جوار عام نجيبوا بال 15 بال 20 لاعب، وكي نديروا اون فلور للجوار تاعنا نمدوا لهم ندخلوا دي سبور ونكون ما يكونوهمش. لا شوفوا رانا في الدرجه هذه ما غير مقبوله يا جماعه. يعني يعني للاسف على المبادره هذه، يعني واش نتمنى لكم يا جماعه تكونوا دايرين بك هكا. السلام عليكم. نشكر قدماء اللاعبين بالحضور اللي شرفونا بالحضور، وهذه تعتبر اضافه لينا احنا كمشجعين، لان المقدريه انا يعني واحد من الناس ما حضرتش الجيل تاعهم وما تفرجتش عليهم، كما الاخ عبد الموري انا واحد من الناس حضرت وتفرجت عليه وعرفت الكره في وقته. ونشكر جمعيه محبي الكره العنابيه لتنظيم هذا الملتقى اللي خلانا نعبروا على واش عندنا
لأنه في الحقيقة اتحاد مدينة عنابة أو في إضافة أخرى نطلب من المسؤولين باش يعاونونا، لأنه باش يجي رئيس فريق ويقول لي ما عنديش بنخلص لي جوار نتاع جاي تحت ليكيب، أنت دير نتائج كي يدخل لك 10,000 أو 20,000 مناصر للملعب ويكون عندك 100 دينار 10,000 كاين تذكرة راح تكون عندك 200 مليون راح تخلص بها لي جوار من وفيها وبعد. مش الحل هذا يجيني رئيس ما عنديش صوارد وما عنديش الكفاية منه. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا. ونكلم الآن نستذكر المدرب السابق لفريق اتحاد مدينة عنابة وهو واحد من المدربين الذين يمتلكون أعلى شهادات التدريب في الجزائر عبد الله بن عيكون. يتفضل يقرأ كلمات. تحية كبيرة. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قبل كل شيء نشكر الحضور الكرام من لاعبين من مدربين من زملاء. كذلك كان لي شرف وان دربت عدة فرق في القطر في عنابة، كان لي شرف وان بعض من اللاعبين صاروا مدربين حاليا وكانت عندهم روح مثالية في التدريب، خاصة كنعتز بهم من الناحية الانضباطية مثل صالح عبد النوري، كذلك الأخ مراد اللي حاليا أصبح زميل وراح يؤدي في مشوار طيب، ولا يفوقني أن أتكلم. عانينا صعوبات كذلك، أنا من واحد من الناس اللي كل ديما نجيب حب للفريق، وكانت مرة وين اتصلت بالأخ مراد وكان سوء تفاهم، وبعدها أنا زدت مشيت ليبيا، هو قال لي كلمة فهمتها ما فهمتهاش، قال لي راح يغروا بيك. وكذلك انا جيت بحب الفريق وكلمته الوقت هذاك، هو كان جاي من الجزائر العاصمه لكن ما كانتش بسونيه، انا لما كلمته حبيت لم الشمل، وسبق لي وان اشتغل معايا في حمر عنابه وعملنا نتائج. لكن انا الشيء اللي نقوله درك هو كان كونفليت جينيراسيون كما قالوا اللاعبين، كان الكونفليت جينيراسيون، يحبوا يهربوا اللاعبين يحبوا يهربوا. تبرون مثلا في اتحاد العاصمه ما نروحوش نحطوا اتحاد العاصمه، كان زيري بلال لكن كان اكسوح عنده 20 سنه وهو دي تي اس في الليجان. انا اشتغلت في اتحاد عنابه واشتغلت في اتحاد الحجار 6 سنوات كمدير فني. الشبيبة هذيك اللي طلعت كاين الناس كنت نروح على 12 نروح ولادي ما شفتهمش كيما كبروا، لكن المبادرة هذه ملاحة كيما قال مراد صلاتني. كل واحد ما يلزمش انا نكون الاول على مستوى الفريق، اذا انا عندي كفاءة مثلا في التنظيم نكون في التنظيم، اذا الاخر عنده كفاءة في التدريب يكون في التدريب، لكن تكون نية صافية برك. ولما نحن كما قالوا نحن نخدموا ما يخلصوناش، احنا خدمنا في الحمرة ما خلصوناش، خدمنا في اتحاد عنابة ما خلصوناش، لكن ماذا بنا الجمهور هذا، ولكن راح يكون كوميتي سيبورتر، ما يجيش الكوميتي سيبورتر هو اللي يجي ضد لي تكنيسيان ويجي ضد لي زونسيان جوار باش يدي هذيك السيارة وباش يدي تشيبا، يجي باش يعاون. انا مسرور باش يكونوا اللاعبين القدامى وكل واحد في مركزه، لانهم حاليا رجعوا للتكوين ورجعوا كما كان يتكلم الاخ جودي، مش مهم نكون انا ولا يكون، المهم انه عنابه تكون في القمه تكون في مكانها. انا سبق لي كنت ندرب فريق مشرية يقولوا لي كان الشيخ ميريبوت هو اللي حاكم وكنت متصل به وكذا، يقولوا لي على ماشي، نقول لهم انا عنابه في قلبي مش في جيبي. فهمتوني مش عجل فلوس. ونتمناو انكم الاختيار، مشكم انتم اللي راح تختاروا المدربين كما قال لكم مراد وكما قال كل رئيس يكون من
ما تكونش عندي صدمة لما يعينوا مثلا حفيد جهان مدرب انا نقول لزما ما بقاش لا نجيب لزما ونطرح رأي لكن يتقبلوا الرأي تاعي ويتقبلوا الفكرة تاعي ولكن نعاونوا حفيد ونعاونوا عبد النوري ونعاونوا جهان ونتمنى الاستقرار والنجاح